اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن الابراج. هنتكلم النهارده عن برج الجدي الترابي، وهنتكلم عن اهم نصايح وتوقعات برج الجدي لشهر فبراير 2021. طيب كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. طيب برج الجدي، برج الجدي الفتره دي شايفه عندكم علو شأن في العمل ما شاء الله، يعني ممكن يكون عندكم ترقية، عندكم اتصالات مع ناس ذوي سلطة في العمل، او ناس ليها كلمة في العمل، او حتى في البلد اللي انت فيها. عندك نجاحات في العمل، شايفاك ان انت بتجتهد علشان توصل لهدف معين في شغلك. فجو اون يا برج الجدي، انت من الناس اصلا اللي بتشتغل على نفسك دايما، وبتحاول دايما ان انت يبقى عندك هدف، وبتبقى مركز جدا جدا ان انت تقدر توصل لهدفك. فبشجعكم ان انتوا تركزوا جدا جدا في الهدف بتاعك عشان تقدر توصل. شايفة ممكن يكون عندك opportunity في الشهر ده لتغيير العمل. انا كراشة بشجع على تغيير العمل، لو عندك فرصة ان انت يكون عندك عمل جديد وبتقارن ما بين العمل الجديد والعمل القديم، انا شايفة ان الفرصة الجديدة طبعا هيكون فيها خير ليك اكتر، وهتكون افضل، وهيبقى فيها نجاحات اكتر ليك بكتير يا برج الجدي. طيب شايفة عندك في الاسرة ممكن يكون في حد كان مسافر ويبدأ يرجع من برا، في حد مثلا ممكن بتحبه او بتعزه مثلا قريب منك هيقرر السفر برا البلد او بعيد عنك او في مدينة اخرى. عندك احتفالية او تجمع مع اصدقائك، ممكن تخرج انت واصحابك تعملوا احتفالية، بس احتفال لما فيها فرحة، فيها سعادة، فيها انبساط. طيب برج الجدي كمان شايفة ان عندكم الفرصة الفترة الجاية قدرة رهيبة على ان انت بتعرف تحلل كويس، او بتعرف تقرا الشخصيات كويس قوي، كأن عندك جهاز كشف الكذب. فتبدأ تكتشف ناس كتير حواليك بتدعي مثلا قربها ليك، بتدعي حبها ليك، وتكتشف ان هم كانوا بيخدعوك، بيضحكوا عليك، عندهم مشاكل كتير جدا نفسية مثلا وبيطلعوها عليك. فتبدأ تكتشف حقائق ناس كتير جدا كانت بتدعي حبك وتدعي قربك يا برج الجدي. فهيبقى عندك زي ما قلت جهاز استكشاف كده، كأنك بتفلتر الناس الموجودين حواليك. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الجدي والصحة. شايفة ان صحتك كويسة في الدراسة، في عندك نجاحات كويسة جدا لو انت بتدرس في حاجة، ممكن بس تسيب عملك او تغير عملك. وانا زي ما قلت ان اي حاجة فيها تجديد ليك، او اي حاجة فيها حاجة جديدة ليك، هتكون فيها مصلحة ليك وهتبقى افضل بكتير جدا. فانا بشجع على تغيير العمل، بشجع على فرصة عمل جديدة، بشجع على مشروع جديد، اي حاجة ليها علاقة بحاجة جديدة. جو اون يا برج الجدي. شايفة صحتك افضل. طيب صحيا كنت ممكن شهر يناير ما كانش افضل حاجه بالنسبه لك في الصحه، فانا شايفه في تحسن في صحتك. ممكن بس تحتاج للزياره للطبيب الفتره الجايه، حاجه ليها علاقه بالعظم او بالاسنان او بالبشره، بس مش شايفه اي حاجه سيريس. بالعكس شايفه ان عندكم صحتكم افضل بكتير جدا من الفتره اللي فاتت، يعني انت احسن من، يعني الصحه بتاعتك او صحيا هتبقى افضل بكتير جدا من جانيوري ومن ديسمبر. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الجدي والحب. شايفاك اكثر جاذبيه يا برج الجدي، بتهتم بشكلك اكتر، بتهتم بستايلك، ممكن تروح تشتروا حاجات تغيروا ستايل بتاعكم، تشتروا هدوم جديده، تعملوا حاجات جديده. فشايفه عندكم تغييرات كتيره قوي قوي الفتره الجايه في الستايل بتاعكم، في الشكل بتاعكم، في طريقتكم في اللبس، في طريقتكم في الميك اب. لو انت ست ممكن تفكري تغيري لون شعرك، فانت بتعمل ريستايلنج لنفسك. تعالوا بقى نتكلم عن برج الجدي والحب. اول حاجه شايفاها عندك شخص قديم، او شخص من الماضي هيفكر يرجع لك يا برج الجدي. الشخص ده هيبقى حاسس بحنين قوي جدا اليك، او حاسس ان انت بدات تنساه، بدات تشوف حد تاني، او بدات تعيش حياتك. فالشخص ده هو واضح ان هو شخص غيور جدا، عنده حب تملك قوي جدا، فهو ما يحس ان انت بدات تخرج بره السيطره بتاعته، هيفكر على طول ان هو يرجع لك، وهيرجع لك وبقوه، لانه مش عايزك تخرج بره الدايره اللي هو حاططها لك يعني. ففي شخص عائد من الماضي، بس انا مش شايفاك مرحب قوي بهذه العلاقه يا برج الجدي، او شايفاك موجوع منه، زعلان منه، او انت كنت منتظر ان هو ياخد خطوات تانية كتير، او انت كنت مصدوم في رياكشناته وردود افعاله. فشايفه ان انت مش سعيد قوي بعوده الشخص اللي جاي لك من الماضي ده. الشخص ده هو راجع لهدف، على فكرة هو مش راجع كده، لا الشخص ده واضح هو عارف هو عايز يعمل ايه، او هو بيعمل ايه، هو راجع من اجل هدف معين هو عايز يوصله. يا اما هو عايز مثلا
حاسس ان انت ممكن تروح من ايده، او انت بدات دخلت في قصه حب جديده، او حد بدا يعجب بيك فهو مش عايزك تروح لحد تاني لان هو عنده حب تملك، او الشخص ده انت بيستفيد منك ماديا، او بيستفيد منك بياخد انت مصدر دخل ليه، او بتساعده في حاجه في الدخل، هو الشخص ده ممكن يكون شخص لو هو مادي يبقى راجع علشان سبب مادي، او ان هو عايز يستفيد من حاجة ليها علاقة بيك ماديا يا برج الجدي. بس انا شايفة ان انت هتبقى محتار شوية، يعني هل ترجع له او ما ترجع لهوش. بس انا شايفة ان الشخص ده انا مش بشجعك عليه على فكرة خالص، بالعكس انا شايفة ان ممكن يكون عندك قصة حب جديدة او شخص جديد داخل حياتك، ادي له فرصة. في بوينت عايزاكم تركزوا عليها، ان اي حاجه جديده عندك سواء في الحب او في العلاقات، مشاريع، في الشغل، هتبقى فيها فرص اعظم او فرص اكبر ليك. فبالتالي انا شايفه الشخص ده راجع عشان هو حاسك ان انت بتضيع، مع انه كان مثلا انت كنت في يوم من الايام بتتمنى ان الشخص ده يرجع لك ويرجع يتكلم معاك تاني ويرجع يرجع يرجع بقوه، بس هو ما رجعش. فانت عشان كده حاسس ان هو انت متالم او زعلان او متضايق. عندكم كمان يا برج الجدي في انطلاقة جديدة، عندكم حاجة هتنطلقوا فيها، شايفة ثقتك في نفسك هتزيد جدا جدا، وعندك قصة حب جديدة او قصة حب شخص جديد ممكن يدخل حياتك يغير مقاييسك عن الحب، ويقدر ينسيك الشخص القديم اللي محيرك ده ومصهرك بشكل قوي جدا جدا. برج الجدي ممكن كمان تكون عندك فكرة جديدة بتحاول تشتغل عليها، ممكن تكون فكرة ليها علاقة بمشروع بشجعك عليها، وحاول تخرج برا الصندوق، حاول بس تبذل مجهود اكتر، لان عملك هو اللي هيكون السبب في نجاحاتك. فحاول ان انت تفكر في فكرة تبقى كويسة ان هي تخرجك برا الدايرة دي، لان انا شايفة ان ماديا جاي لكم فلوس حلوة جدا في شهر يناير، فلوس انتوا كنتوا متوقعينها وفلوس غير متوقعة، يعني جاي لك فلوس يعني حاجتين من الفلوس، يا اما فلوس متوقعه انت كنت مستنيها ومنتظرها، وفلوس كانت تانية هتبقى غير متوقعه يا برج الجدي. بشكركم، شكرا لكل تعليقاتكم الجميله، هسيب لكم فيديوز عن برج الجدي حلو جدا، في فيديو انا عملته عن اسرار برج الجدي اتفرجوا عليها هيعجبكم قوي قوي قوي، وفي فيديوهات كتير جدا ازاي تتعاملوا مع برج الجدي للناس بتكراش على برج الجدي وكمان بتتابع برج الجدي. طيب مين الطاقات الموجوده حواليك؟ شايفه طاقات ابراج ترابيه قويه جدا، جدي وعذراء وتور، شايفه طاقات ابراج نارية برضو، حمل وأسد وقوس. طيب برج الجدي ركز في كل ما هو جديد، فهو يحمل لك العديد من المفاجآت السارة. خلي بالك كويس جدا جدا على نجاحاتك، لان انت الشهر ده بيحمل لك النجاحات الكثيره، وبيحمل لك الترقيه، وبيحمل لك علاقات جيده جدا بناس ذوي سلطه، فركز في الحته دي، عملك مهم جدا في الفتره دي، اخرج بره الصندوق. واشكركم، قولوا لي القراءه دي بتتفق معاك ولا لا، قولوا لي برج الجدي هل فعلا انت بتفكر تغير شغلك او بتفكر في مشروع جديد ولا لا، وفي شخص بيحاول يرجع لك من الماضي او هو بدا يرجع لك ولا لا. ثانك يو، اعملوا شير كتير لاي حد تعرفوه من برج الجدي، وهسيب لكم فيديوز كتيره جدا، او اتفرجوا على الفيديوز القديمه الموجوده في الشانل بتاعه برج الجدي اللي بتتكلم عن صفات واسرار برج الجدي. ثانك يو، باي باي.